بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقه الجديده من برنامج شخصيات كتابيه في بدايه هذه الحلقه احب ان اقرا لك كلمات قالها بطرس للرب يسوع من انجيل لوقا الاصحاح الخامس يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم ناخذ شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة آية ستة بتقول ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا قعدوا طول الليل يشتغلوا طول الليل يصيدوا النتيجة صفر لم نأخذ شيئا إنما مع الرب لما اطاع بطرس كلمه الرب يقول ايه الكتاب امسكوا سمكا كثيرا جدا بمجهود قد ايه بمجهود قليل جدا مجهود كتير مجهود جامد ساعات طويله طول الليل شغل النتيجه صفر مجهود ضخم والعائد قليل ده لما يبقى ما عندناش بركه لما يبقى ما عندناش بركه يحصل معانا كده نعمل شغل كتير والنتيجه قليله لكن لما يبقى عندنا بركه من الرب نعمل بشغل قليل نعمل نتيجه عظيمه النتيجه اكتر بكتير من الشغل زي ما زي ما الحصاد اكتر كتير من اللي بنزرعه يعني بتزرع كذا بذره تطلع كام ثمره في فرق بين الحصاد والزرع ده ما يبقى فيه بركة ما يبقى فيه بركة يبقى فيه حصاد إنما لما يبقى ما بركة تزرع وما يطلعش حاجة عزيزي المشاهد لو أنت عدت عليك مرحلة ما كنتش كنت بتعمل مجهود كتير وبلا نتيجة آمن أن الرب ينقلك إلى مرحلة التعويض قل أمين مرحلة التعويض مرحلة التعويض الرب بيقول انا هعوضكم عن السنين اللي اكلها الجراد اللي زرعته بدون حصاد جال الجراد وهجم واكل كل المحاصيل انا هعوضكم عن ده انا هعوضكم عن الليله اللي قعدتوا تشتغلوا فيها كتير 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 وما كانش فيه اي عائد ولا سمكه واحده انا اعوضكم ترموا رميه واحده بس مجهود قليل وهتمسكوا كان كثيرا جدا باسم الرب يسوع كل مشاهد ليه علاقة حقيقية مع الرب يسوع يختبر يختبر البركة يختبر بركة الرب يشوف ايد الرب في شغله في اللي بيعمله ان بيشوف ايد الرب الحصاد اضخم كثيرا جدا 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 لا يتوازى مع المجهود اه بنعمل مجهود لان الرب ما يحبش الكسل ما يحب لازم تعمل مجهود يعني بطرس لازم يرمي الشبكه مش هيجيله السمكه الكتير من غير ما يعمل اي مجهود الرب لا يحب الكسل انما الم... ال... النتيجه هتبقى اكبر كتير جدا من مجهودك هي دي البركه باسم الرب يسوع دائما نختبر ايد الرب معانا في كل ما نصنعه يبقى في نجاح ونجاح عظيم وسمك كثير بمجهود قليل. عزيزي المشاهد تعال معي الى سفر زكريا الاصحاح الخامس بنكمل التامل في الرؤيه اللي شافها زكريا الرؤيه اللي قبل الاخيره. هو شاف ثمن رؤى يبقى دي الرؤيه رقم سبعه. بديناها الحلقة اللي فاتت، وأفكرك إن إحنا لما تأمنا في الرؤية السادسة قلنا في رؤية رقم ستة: الرب بينقي شعبه من الناس المستهترة اللي مستسلمين للكذب اللي مستسلمين للسرقة ده كان في الرؤية رقم ستة وقلت ان الرؤى بتاع زكريا ليها علاقه بنهايه الايام صحيح انا مش بشرح الجزء بتاع نهايه الايام ده بالتفصيل لكن لازم اقول ان الرؤى دي ليها علاقه بنهايه الايام ولكن لكن انا باخد بس المعنى اللي ليه علاقه بيا انا النهارده باخد المعنى ده وبركز عليه وبشاور كده بسرعه لحكايه اخر الايام فهنا الحديث عن في اخر الايام الرب هينقي شعبه من مش هيخلي فيه ناس مستهترين هيشيلهم وده كان في رؤية رقم ستة في رؤية رقم سبعة بقى مش بس هينقي الشعب من الناس المستهترين لا ده هيشيل كمان الأرواح الشريرة اللي بتدفع الناس للشر ده الرؤية اللي بدناها الحلقة اللي فاتت وإيه الشر هنا؟ الشر كان في دائرة المال في دائرة التجارة في دائرة الربح السريع ده اللي فهمناه في وشرحناه الحلقة اللي فاتت لأن يعني الرؤية عبارة عن إيه؟ إيه بقى الرؤية رقم سبعة دي؟ اللي بتقول إن الرب هيخلص شعبه في 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 نهاية الأيام من تأثير الأرواح الشريرة من تأثير الأرواح الشريرة طبعاً الناس اللي بيؤمنوا بالملك الالفي يقولوا لك كده ان الشيطان هيقيد بقى آآ آآ هذه المده فيبقى الشعب متحرر من تاثيره سواء كنت بتؤمن بموضوع حرفيه الملك الالفي او لا احنا من المعنى اللي بنشرحه دلوقتي يخص الايام دي ان احنا النهارده لازم نقاوم وجود الارواح الشريره لازم نقاوم وجود الشيطان لا نسمح للشيطان ان يكون موجود في بيوتنا او في كنائسنا او في حياتنا، لازم نطرده، لازم نبعده. وايه بقى الرؤيه؟ نفهم ده من خلال الرؤيه اللي شافها آآ آآ زكريا. هو شاف ايه؟ شاف ايفا، قلت لك الايفا دي عباره عن اناء بيقيسوا بيه حجم الحبوب بيستخدم في التجاره. فده رمز للمعاملات التجاريه. ده الايفا ده وقلنا ان الايفا ده شافوا عليه غطا مغطيه والغطا ده تقيل قوي 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 لانه من آآ 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 رصاص ويقولوا وزنه الرصاص دي كان تساوي 50 كيلو تقريبا حاليا يعني اذا الاناء ده متغطى وبعدين كل الناس بص للاناء ده في كل حته اللي هو المكيال ده اللي اسمه الايفا ودي اشاره ان كل الناس في نهايه الايام هتبقى عايزه التجاره وهتبقى عايزه تكسب بسرعه وعايز يجيب فلوس كتير بمجهود قليل ده الناس هيبقى ده عقليه الناس ومش مهم عندهم بقى ما يدفعوش ضرائب للحكومه مش مهم عندهم انهم يكذبوا مش مهم المهم الفلوس ده الاناء بس جوه الاناء ده بقى اللي هو الايفا ده شاف زكريا ايه لما الاناء ارتفع عشان الرب عايز يوريله اللي جوه شاف جوه واحدة مين الواحدة دي؟ دي, دي بقي مش تفسيري ولا تفسير أحد ده الكتاب بيقول كانت امرأة جالسة في وسط الإيفا قال لما ترفع الغطا ده قال هذه هي الشر يبقى ده الشر ده الشر دي الخطية خطية محبة المال خطية الرغبة في الاغتناء وعشان أبقى أغنى واحد و وأ ويبقى عندي احسن بيت طمع والرغبه اللي فيها نزعه شيطانيه بتدوس على المبادئ وممكن بقى العب قمار عشان اكسب وضارب يعني ده كل ده بيبقى وراه قوة وراه خطيه وراه شر فده المراه المراه دي تمثل الشر اللي هيبقى ضخم جدا في نهايه الايام الشر المتعلق بالمال ده المراه ده معنى المراه ومحطوطه جوه المكيال ده عشان تتكلم بكل وضوح ان الشر هنا شر في مجال المكسب شر في مجال الاغتناء شر في مجال المعاملات التجاريه وقلت لك عزيزي المشاهد ان ده برضو كان يناسب صحيح بيناسب اخر الايام وكل ما نقرب على اخر الايام زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت كل ما الخطايا من النوع ده تكتر وكل ما العالم تحول الى مجتمع تجاري بحت كله حتى الرياضة هتبقى تجارة النوادي بتشتري وتبيع وفي و بقى مضاربات والناس و و تراهن كتير كتير بقى باموال ضخمة كل ده وناس تاخد قرارات غلط وتقع كل ده هيكتر كل ما قربنا لنهايه الايام، رغم ان ده اساسا عن نهايه الايام لكن ده كان بيناسب شعب الرب في العهد القديم ايام زكريا. لان زكريا قال لهم اللي شافوا ان شعب الرب كان راجع من من ايه؟ من مدينه بابل. مدينه بابل الشر الرئيسي في مدينه بابل وشر المال، شر التجاره. ده مش الوقت ده الوقت لا يسمح إن انا اقعد ادلل على كده. إنما تفهم ده بكل وضوح من سفر الرؤيا أصحاح 17 و18 ده بتاع مدينة بابل فلما رجع الشعب رجعوا بهذا الشر اللي هو المرأة دي رجعوا من هذا الشر رجعوا بهذا الشر الشر إيه بقى؟ ابتدى شعب الرب بقى يبقى أشطر ناس في التجارة ومن أياميها من هذه الأيام اليهود شطار جدا في التجارة والمكسب والبيع وال خدوا ده من بابل ولما رجعوا رجعوا بقى يتجروا وبقي التجارة فيها خطايا كثيرة فيها شر فهنا الرؤية ان الرب عادي يحرر شعبه من هذا الشر ايه بقى اللي حدث يقول كده هذه المرأة دي هي الشر وبعدين الغطا طلع لفوق فالمرأة بانت بعدين يقول كده طرح الغطاء على الإناء المرأة برضو يعني أجبرت إنها تدخل وما تبنش تقول لي إيه المعنى ده دي بقى أغلب المفسرين يتفقوا في هذا إن المرأة الشر ده ما كانش بكامل قوته محجوز محجوز بالغطاء اللي هو من الرصاص اللي إن انا قلت لك وزنه خمسين كيلو ده بس اترفع عشان زكريا يفهم محجوز قوته محجوزة زي لما بنقرا في رسالة تسالونيكي الثانية ان الشر محجوز مش بكامل قوته بسبب وجود مؤمنين انما لما هيحدث الاختطاف والمؤمنين يختطفوا ايه اللي هيحصل؟ الشر بقى هيزيد 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 كأن الغطاء ده اتشال خالص والمرأة دي بقى بعد ما كانت محبوسة بتشتغل بنص قوتها لا دي هتشتغل بكامل قوتها فهنا المعنى جميل ان وطرح ثقل الرصاص على فمها يعني على فم الإيفة على فم الإناء ده معنى جميل جدا ان الرب بيمنع الشر انه يمتد ده أول حاجة بيعملها الرب انه بيمنع الشر ولازم نصلي ان الشر يقل في بلادنا، المؤمنين هما اللي بيحجزوا صلواتهم، وجود مؤمنين يصلوا ده يخلي البلد يقل فيها الخطايا بتاعت التجاره، يقل فيها الرشوه ويقل فيها الفساد ويقل فيها استخدام السياسه من اجل المال، ده صلوات المؤمنين، صلوات المؤمنين هي اللي تخلي الوزنه الرصاص دي او الغطاء الرصاص يحجب هذه المرأة إنما هنا بقى في حاجة أعظم من هذا في الرؤية دي اقرأ معي أو استمع معايا للي أنا هقرأه رفعت عيني ونظرت زكريا بيقول حاجة حدثت غريبة إذا بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما ولهم اجنحه كاجنحه ايه؟ اللقلق، ايه اللقلق ده؟ ده طائر، طب بالنسبه لليهود الطائر ده كويس؟ لا، يقول لك ده الطائر ده نجس. هذا الطائر من الطيور النجسه. تقرا ده فين؟ في سفر اللاويين، في سفر اللاويين تعرف ان الطائر ده كان نجس في عينين اليهود. اذا الامراتين دول لهم اجنحه اجنحه ايه مش اجنحه ملائكه بقى دي اجنحه شكلها زي اجنحه الطائر النجس يبقى الامراتين دول دول رمز الحاجه شيطانيه نقدر نسميهم ملائكه اشرار فيهم النجاسه فيهم الشر عندهم اجنحه عملوا ايه بقى شوف عملوا حاجه حاجه يقول لك اذا بامراتين لهما اجنحه كاجنحه اللقلق رفعت الايفه دي من الحته اللي كانت موجوده فيها وطلعتها كده لفوق وبعدين جريوا بيها بعيد ويقول لك الريح كانت معاهم الريح كانت معاهم الريح ما كانتش ضدهم الريح كانت معاهم ومعنى الريح معاهم يعني ما فيش اعاقات قدامهم مشوا بسرعة 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 ايه شايلين المكيال ده اللي هو الايفة وفي الامرأة رايحين فين سأل زكريا قلت للملاك الذي كلمني الى اين هما ذهبتان بالايفا لا الرب مش عايزهم وسط شعبه الرب مش عايز الشر ده وسط شعبه الرب مش عايز الشياطين بتاعه الشر ده وسط شعبه الرب مش عايز كده وده يبقى في نهايه الايام فالرب طرد هذا المكيال من او هذه الايفا او هذا الشر من ارضه فاجبرت الارواح الشريره او الملائكه الاشرار ان تاخد الشر بتاعها وتروح بيه من حيث اتت. هي جت منين؟ قلت لك دي روح جايه من مدينه بابل. الناس لما رجعوا من بابل رجعوا فيهم الشر ده، فالرب عايز يقول لهم الشر ده يرجع من حيث اتى، ادي المعنى. والارواح الشريره ترجع معاه من حيث اتت، انتوا جايين بارواح شريره من بابل، الارواح الشريره ترجع بابل تاني. قلت للملاك الذي كلمني إلى أين هما ذاهبتان بهذه الإيفة أو المكيال ده راحين بفين قال لي لتبني لها بيتا في أرض شنعار لأن يبنوا بيت للإمرأة اللي جوه يعني هي وهي موجودة وسط شعب الرب كانت محجوزة مش قادرة مش قادرة تشم نفسها مش قادرة تنطلق لما الرب بقى طردها ايه اللي هيحصل؟ راحت بقى للبلد بتاعتها راحت للحته بتاعتها، ايه الحته بتاعتها دي؟ ارض شنعار، ايه ارض شنعار دي؟ يقول لك ارض شنعار دي هي بابل، بابل هي ارض شنعار. فهي رجعوا للارض بتاعتهم. رجعوا الى بابل. وفي نهايه الايام هتلاقي في حديث عن اورشليم وحديث عن بابل. اورشليم بتتكلم عن المؤمنين اللي للرب وبابل بتتكلم عن الناس اللي عايشه لنفسهم اللي عندهم الكبرياء لان بابل دي موجوده قصتها في سفر التكوين بنوا برج عشان يتحدوا بيه الرب الكبرياء بابل دي رمز للكبرياء الكبرياء بسبب المال والكبرياء بسبب او الكبرياء اللي فيه تحدي لله الكبرياء اللي بيقول احنا مش عايزينك يا رب كل ده في بابل بابل دي تمثل وتعبر عن كبرياء الانسان المرتبط بكبرياء ابليس في تحديه للرب فبعد ما كان الشر محجوز بتاثيره قليل وهو وسط شعب الرب لما راح بابل بقى لا بان يقول لك ايه القوتين الشريرين دول ولا الملكين الشريرين اللي هم الامراتين دول اللي شالوا المكيال يقولوا بانوا بيت ده طبعا دي رؤيه ده رؤيه فيها رموز بانوا بيت للمراه اللي كانت جوه المكيال يعني مش هتتحبس هتبقى منطلقه وبيت يعني ايه بيت بقى؟ بيت يعني معبد او مكان الناس هتعبد هتعبد هذا هذه القوة الشيطانية أو هذا الشر يعني الشر هيبقى الناس مش هتتكسف منه ده ليه معبد الناس مش هتخجل الناس هتتابعها بأن أنا أعرف أكذب أن أنا أعرف أسرة أن أنا ما عندهاش خجل من الخطايا الزنا النجاسة كل ده موجود في بابل فهم بقى طلعوا من شعب الرب الروح الشرير او القوة الشريرة والملاكين الشريرين دول حملوهم يعني الملائكة نوعين ملائكة تبع الرب وملائكة تبع الشيطان اللي تبع الشيطان بنسميهم ملائكة اشرار طلعوا بقى من شعب الرب وسكنوا في بابل ايه بقى إيه إيه القصة تكملة القصة دي بقى هتلاقيها في سفر الرؤيا وطبعا لازم اقول ان بابل دي عند ناس كتير رمز رمز لحاجات مش كويسة والقوة شريرة انما لناس تاني بابل دي مدينة حقيقية هيبقى ليها وجود في نهاية الايام وانا من الناس اللي يميلوا الى تفسير ان بابل دي مدينة سوف تعود من جديد في نهاية الايام هي اتدمرت صحيح أيام دانيال لما كورش دخل دخل بابل تدمرت كحكومة ما بقتش هي المتسلطة وشعب الرب قعد فيها سبعين سنة وبعدين بقى حصلت حاجات تدهورت حالتها لكن في ضوء سفر الرؤيا سيكون لبابل وجود آخر وهتبقى مركز للخطية مرتبط بالتجارة وده اللي مكتوب في سفر الرؤيا اصحاح 17 و 18 ايه ليه انا بقى جبت سفر الرؤيا اصحاح 18 عشان أقولك لك ان بابل دي اللي فيها الشر بتاع التجاره الرب ده, الم... ده المعنى الاول اللي خدناه ان الرب بينقي شعبه من هذا الشر باسم الرب يسوع الرب ينقينا احنا النهارده من كل الخطايا المتعلقه بالمال وباسم الرب يسوع ما يبقاش حوالينا ارواح شريره بتشتغل في هذه الدائره. ولما تهاجم بروح شرير في طمع عايز يخليني اطمع، عايز يخليني اسرع، عايز يخليني اكذب، عايز يخليني اخذ قرارات ماليه غلط باسم الرب يسوع انتهر هذه الارواح الشريره باسم الرب يسوع وترجع من حيث اتت. زي ما الايفا دي رجعت من المكان اللي جت منه اللي هي بابل والمعنى التاني بقى المهم ان الناس بقى اللي هتتكبر واللي هتمشي في سكه المال وتكسب كتير هتتدمر وده تعليم هام جدا في اصحاح 18 سفر الرؤيا ان الفرح المرتبط بالمال كانوا فرحانين قوي لانهم كذبوا هيتوقف خلاص وان بابل كلها هتتدمر عزيزي المشاهد، اوعى تكون في بابل، اوعى تعيش حياة بابل، لأن بابل جاي عليها قضاء إلهي غير عادي. يقول كده: "سترمى بابل ولن توجد فيما بعد". وتسمع عنها إن كل مجدها هيروح ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها، اوعى تنخدع بمجد بابل. اوعى تنخدع بمجد المال اطلب الان ان الرب يحررك من محبه المال لان محبه المال هي اصل لكل الشرور عزيزي المشاهد باسم الرب يسوع احنا نستخدم المال لمجد الرب ولا يستعبدنا المال في اي وقت الى اللقاء في الحلقه القادمه الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم مجموعة من النبذات الروحية بقلم الأب دانيال هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة اس ام اس على 012 اتناشر اتنين وسبعون وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية